أشهد أن محمدا رسول الله. إنتاج الشبلي تقدم في ظلال السنة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشت كني سيديداد يحديث كسيديداد كتاب كي أفرتن حديث وحديث البشن أرجموت وشيغيو حديث كعشر كان مانته سيديدادي شن أرجموت وباب القضاء والقدر إلهي مقادير تيسو حيابه هرئ وقري الما يسوغ عروشه يدي كتشرين الله قري هرينا مال لوغو حيري بوغادا لكن إنو إنان أغين أبالغ أهليا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إلهي فرغ وكبح يوادمي إلى كل عبد أدون كستا ومن خلقه دومدي سكمدا من خمس شن شن إلهي مال بوغي ووح إثبت بدلي معها من أجله أجشي سقرال كذا وعمله وحق قبان دونه ومضجعه هلك أوسيحان دونه وآثره راد كوكتكي دونه ويالان دونه إيا ورزقه رزقيس. حديث كان إمام أحمد باوري ابن أبي عاصم في السنة وأنا حديث صحيح وهي أوسغن. حديث كان يحوت الماما يا إلهي سبحانه وتعالى شن إنو قري وقدرهان هوري لو ديوان قليي أرين دماتي ونوحك بدل لهاي النأيتي قور ما يدعي دونت قور ما الله قري مشيق حديث كان. لكن حديث البخاري مسلم عبد الله بن مسعود أيا وحولها مالك باب مركي دماته أفرتن بري مركو المهم منك كتشري عن روف هذا بيه شهوة سيدودي أفرتن كحيقان ليك يحنشير بوهانا يا جذارك يا جذارك الرحيم كودكان وكل المط علاقة تانا لو يري أفرتن كحيقتان عاد هيري بو النقونا يا كدبا مالك لوصو ديريا أولا أمر يا بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وصدح كمدة شنطن أجشي سوى الله قرية انتو نوران ايو عمل كيسان وعلى قرية وحو سمين دونو وحاكلوا لقرية رزقيس. حديثة وحو كدر ايو شقي او سعيد مالحن بو كدن بين دونا النار مساكن لو كدن بين دونا وعلى قرية وحاكلوا وحال قرية كمدة من رق نديك بامي سوى الله بوت. في حديث أنس عند مسلم ملك وحولي دون ربي ذكر أم أنثى ما ندق بام سوى اللبوت فما الرزق رزقي سمحون نقنيا فما أجل فما الأجل أجشي سوح محين نقنيسا انت صدنا نوحى لقريا. في حديث أنس حقوقه كتها لمسلم وهو في بطن أمه يسوى على شهيدي كجر. وحالا ماذا أسنا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وهب في القدر كورين ايو هي غير كتب. هذا حديث كان ابي الدرداء مشيغن غورتا ارنتا ميل دغاي لكن حديث تاكلو دنبا وحي شيكتي اني تهي وهو في بطن امه مركه النفته لو افوفي اما بكار وقتي قوي وقتي. وحا كلون كقران حديثة عن شغنه اللي سوقي شنطاني وحا لقوري كميتها كل يد معها انت اسكدب شنطاني محايته من أجله انتو النولاني وانك ديوان قرينتا وافقصا تي لوح المحفوظ ككو قريدو الكتاب العمرية اللي يرهدو مرنا خلق قانون على نمبابا هري لوسي وذا قري بخمسين ألف سنة انت عريا دول بلا أبورين مر لبعضنا ومركو علوشو هو يدي كتشريبا كتابة لقرا تال قرينا
waxaa ka dambaysa kitaab al-sanawiya sanadkii la qoro fiha yufraqu kullu amrin xakiimin leylat lqadriga ah. Ajashay loo qoray inagu ma ogin, laakiin inta uu noolaanayo iyo waqtiga uu dhimanayaa la qoray. Hadday hal mid tahay iyo hadday laba khiyaar la kala tahayba, uma qadaa ajalan waajalu musaman cindahu, si abaabulqadar looga hadlo. Wacamalihii waxaa looga jeeda adduunkan muxuu qabanayaa, ma ganacsaduu noqon, ma siyaasad buu nacfi ka dooni, ma beeraley buu noqon, ma dhakhtar buu noqon, ma injineer buu noqon, adduunkan muxuu ka shaqayn doonaa, wuxuu qaban doono dhan baa la qorayaa. Markii lagu daro xadiidka, marka lagu daro xadiidka kale oranaysa washaqiyun aw saciidun, camalkiisa waxaa soo gelaya dembi iyo macsiya iyo khayr iyo taaco waa la qorayaa. Washaqiyun aw saciidun xadiidka ku daraysaay khaatumaday ka hadlayaan. Walidaalika xadiidka qaybta dambe tahay ina axadakum la yacmalu bicamali ahli ljannati iyo ina axadakum la yacmalu bicamali ahli nnaari, laakiin aakhirka khaatumada ay isbedeli doonto. Marka washaqiyun aw saciidun wuxuu ku dambayn doono wey ee khaatumadiisu ay noqon doonto, laakiin camalka guud buu soo gelayaa khayr iyo sharba iyo camalkii adduunka oo dhanba. Midda saddexaadi wa madjacihi, halka uu seexanayo wey. Culimada qaar waxay ku fasireen ay qabrihi, qabrigiisa halka uu ku dhiman doono ee lagu aasi doono ee qabrigiisa noqon doonta qiyaamadana laga soo saari doono iska iman doono way qoranta. Ama meeshuu ku dhintay ha noqoto, ama meel kaloo loo sii qaaday ha noqotee, qabrigiisu iyo dhacaankiisu meesha la seexin doona ee dhacaankiisu ku bixi doonana way qoranta. Hadduu iyadii ku dhintay oo lagu aasi, iyo hadduu mid kale ku dhintay oo loo soo qaadi doonaba. Culimada qaarna waxay yidhaahdeen wamadjacihi, meelka meesha uu seexan doono fil ardi waaye, qabriga ha noqoto ama inta uu nool yahay, meel kasta uu seexan doono ku nagaan doono waa la qorayaa. Wa aatharihi, raadkiisa. Culimada qaar waxayna dhaqdhaqaaqiisa weeye, meeshuu socday iyo meeshuu maray iyo wax walbaa la qorayaa. Qaarna waxay leeyihin may wa aatharihi waxaa looga jeedaa wuxuu dunida kaga tegi doono ee raad iyo saamayn ah, intabana way soo gelayaan sida daahirka. Wa risqihi, wuxuu cuni doono. Risqa in la qorayna xadiid kalena way sheegtay, xadiid kale oo fara badanna way sheegtay. Arsaaqdu waa maktuuba, laakiin innaga asbaabtii raadinteeda baa laynaga doonayaa inaan si xalaal oo nadiif oo hufan oo sharafa ku raadinno. Shantaasna waa cashirkeennii sideedaad iyo xadiidka abi dardaa oo qadarka waliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihidii ahaa in la rumeeya loo baahay. Intaasuna cashirkeenna ku eg yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدا رسول الله. إنتاج الشبلي تقدم في ظلال السنة.